صوتي يكون واضح، هحاول اعلي صوتي شوي، معلش سامحوني لو انتم هلا بتسمعوني. احسن شوي. يا هل سمعنا انت. انا سامعكم، وانتم اصلي انه انتم كمان تقدرون تسمعوني بمجاهره وصوتي يكون واضح. امين. امين. زي ما اتفقنا، علامات تشير الى ان زواجك، او ممكن مش بس زواجك، ممكن تكون انت شخصيا واقع تحت ربط او سحر او لعنه. 3 أشياء 4 أشياء راح أخليها أمامك: سحر، لعنة، ربط للعلاقة الزوجية، أو توقف للزواج. هذه الـ4 أشياء هامة جدا. ليه هامة جدا؟ لأنه هذه الـ4 أشياء بتشير ضمنا إلى وجود أعمال سحر ممكن تكون هي السبب في وجود لعنة، هي السبب في وجود ربط أو توقف أو عدم ارتباط أو عدم زواج. يمكن أنت مش عارف، تقول لا أنا ما بدي، أنا بدي أعيش سينجل منفرد، ما بدي أتزوج. صار إلي فرص للزواج لكني ما تزوجت. أقول لك ما في مشكلة، في أي حال من الأحوال اليوم بدك تتعلم بشكل واضح هذه الأشياء لو موجودة بحياتك، أو هذه المواصفات لو موجودة بحياتك، لازم تعرف كيف تتعامل معها وكيف تحسمها. بليز اللي فاتح المايك تبعه اغلق المايك تبعك، لأنه مش راح أقدر أنا أغلق المايك من عندي. بشكركم جدا. أهم شيء بالدرس هي مهما كان الوضع اللي أنت وصلت له، بدي أقول لك لا تستسلم أبدا للي أنت وصلت له. لا تستسلم وتقول أنا خلص حالتي انتهت، وضعي انتهى عند هذا الموضوع، إن كان في ربط أو توقف أو سحر أو لعنة أو عرافة، أي شيء كان موجود. لا تستسلم أبدا. أعرف أنه لسه في فرصة للنجاح، أنت قادر على النجاح. ولازم تعرف السبب الرئيسي وراء كل، طبعا دائما أعمال السحر لما يطلع قدامنا روح سحر يقول لي أنا روح تدمير، أنا روح تدمير، لكن أنا كتبت. لازم تعرف أي تدمير حصل بحياتك الزوجية شو سببه، وكيف تقدر تتعامل معه اليوم، وشو هي الأمور اللي ممكن متاحة لك هذا اليوم أنك أنت من خلالها تتحرك بنعمة خاصة بالروح القدس. من فضلك شارك هذا الموضوع لو تقدر، لو تعرف إنسان عم ينفصل في علاقة زوجية مكسورة، في ربط، شارك هذا الموضوع باسم يسوع، والرب يبارك الجميع. يجب أن تعرف إشي مهم جداً، أنه الشيطان هدفه من بداية السقوط، من لحظة ما سقط، كان كل هدفه الأساسي هو الأسرة، الأسرة اللي الرب أسسها في جنة عدن. هو يكره كل عمل ابتدى فيه الرب، لذلك هو يكره زواجك جداً، هو ما بده إياك تتزوج. لهيك أنا قلت لو أنت ما تزوجت، فمش معنى هذا أنه أنت فيك شياطين، لا، معنى هذا أنه العدو حاول يضع شيء في حياتك، أمر في حياتك، حتى ما يخليك توصل إلى مرحلة الارتباط. يا أما صار علاقة انكسرت في النص، يا اما مرض، يا اما شكل، يا اما اي شيء اخر، لكن لازم تعرف. او حتى خلى جواتك عدم رغبه بالزواج، او خلى تسلط، شفت في العائله امور عم تحصل وقررت انه هذه الامور يعني كبيره ما بدي ادخل فيها، مش قادر، شفت العلاقه الزوجيه بين الام والاب، مش فارق معي السبب، فارق معي النتيجه. النتيجه انك انت توقفت. ليه؟ الشيطان يكره زواجك جدا، راح يحاول بكل طاقته بكل قوته، هو مدمر، راح يحاول يدمر العلاقة الزوجية. من فضلك اغلق المايكات حتى نقدر احنا يعني نتواصل، وراح يحاول يقودك للانفصال ايضا. خلوني انا اغلق المايكات. اوكي. ايضا راح يحاول يقودك للانفصال والعزلة والجروح والحزن بعد ايام من الحب والود. ايضا واحد من أهم الطرق اللي سوف يستخدمها ضدك هو السحر. أنا اليوم راح أركز على السحر، يمكن في أشياء أخرى، ممكن في ناس، ممكن في عوامل أخرى، بس جسدية مرضية مش راح أدخلها اليوم، لكن راح أركز اليوم لما يتعمل سحر ضدك من خلال، راح نشوف بعد شوي كيف يتعمل هذا السحر ضد زواجك حتى يغير الهدف. الهدف من الزواج، الهدف من الزواج الرب يؤسس أسرة، هذه الأسرة تكون بدون لعنة، بدون أمراض، بدون أي شيء آخر، أسرة مسيحية أو أسرة مؤمنة بالمسيح. هذا فكر الرب، هذا اتجاه الرب إلك من موضوع الزواج والارتباط.
العدو بده يغير المخطط الإلهي ويدخلك في الانفصال، الربط والجروح والخيانة الزوجية. وهذا هو يعني بداية، بدي أدخل من هون وأقول لك هذا اللي بيحصل كثير من الأوقات اللي تخص السحر. اليوم راح أتكلم عن السحر اللي يخص الزواج، أنواع الأسحار اللي تجلب اللعنات والتخريب للزواج، اللي راح أقوله أنت تعرفه، لكن راح أدخل بعده مباشرة في 12 علامة مباشرة لمواضيع السحر. أول إشي وأخطر إشي اللي يحصل في موضوع تخريب العلاقات الزوجية، إن كانت بسبب غيرة، كراهية، إن كان شخص ما بده يتزوج، هو نسميه بداية بسحر التخريب أو المدمر أو سحر التدمير. وهذا هو نوع أخطر أنواع السحر، راح يعني أطلع عليه بسرعة وأدخل بالأساسيات. هذا النوع من الأسحار يعمل عن طريق حجابات، ذبائح دموية، وانتبه على كلامي، كل دم، كل دم. يعني شو كل دم؟ يعني واحد اتزوج، راحوا ذبحوا له خروف، فرحانين بزواجه، دخلنا في موضوع سحر التخريب. أي دم، أي دم موجود غير شرعي، غير شرعي، هذا الدم يعتبر نوع من أنواع الأسحار المعمولة. الأغلب والأكثر هو العمل من خلال ساحر، يعمل بحجابات، من خلال ذبائح دموية، جلب لعنات الزوج الروحي أو الأزواج الروحيين. وعلامة وجود هذا النوع من الأسحار الأغلب هي الكوابيس المستمرة. الكوابيس لو معمول على حياتك سحر في دم، أو معمول سحر بترتيب أو مرتب بهاي الطريقة، أعرف إن العلامة الرئيسية الموجودة هي الكوابيس. كابوس، تصحى بالليل أنت نايم تشعر إشي على نفسك، على صدرك، خانقك، مش قادر تتنفس، هذا معناه في إشي اسمه سحر، المسؤول عنه روحين أساسيين، هو روح للاف وروح إيزابل. النوع الثاني، خلينا أقول هيك نأخذ بسرعة ندخل معكم، هو سحر الارتباط أو طلب الزواج. شو يعني سحر الارتباط أو طلب الزواج؟ سحر كلامي، إطلاق كلام، إطلاق شهوات، بدي إياها، هذه مش راح تكون لغيري، أنا مش راح أكون لغيره، موجود في خيالك، خيال شخص خلاك في ذاكرته، خلاك في خياله، وبدأ يفكر فيك بطريقة نجسة، طريقة جنسية. هذا الشيء طبعا يحصل دائما قبل الزواج، قبل الزواج. وهذا نوع ثاني من الأسحار الخطير، أو لجأ لساحر حتى يمنع الارتباط أو يمنع الزواج، سحر عن طريق ساحر لجلب الشخص للزواج، يعمل سحر حتى يأثر عليك أو تأثر عليها حتى يتزوجك. هذا مباشرة نوع من الأسحار يكون تحت مسؤولية الأزواج الروحيين أو روح إيزابل. خليني بس للناس الجدد اللي ما بيعرف يعني شو زوج روحي، معناته شخص نايم، نايم أو صاحي، نايم أو صاحي، يحلم بأحلام جنسية، اعتداءات واغتصابات من أشخاص داخل الحلم، من أشخاص داخل الحلم. هذا يسمى بالأزواج الروحيين، أو رجل يحلم بامرأة أو امرأة تحلم برجل. ممكن الرجل والامرأة اللي تحلموا فيها يكون ميت، يكون شخص شيطاني، يكون ملك، يكون whatever. المهم شخص يغتصب، هذا يجي عن طريق الأسحار اللي تعمل بهاي الطريقة. أنا بتكلم بسرعة لأن أنتوا أخذتوا هاي الدروس بالسابق. سحر النوع الثالث من الأسحار هو اسمه سحر البركة للزوجين. هذا يعمل بطريقة النوايا الحسنة. هم مش عارفين هذا السحر، اللي يعمل هذا السحر مش قصده يضرك، ولكن بسبب تقاليد، بسبب عادات، بسبب إيش تعودنا إنه إحنا نشوفه، فنعمل أشياء. مثلا يوضعوا مقص، مقص في حائط تحت الأرضية لما تدخل العروسة، تدخل العريس، أو يعملوا حجابات أو نغز للأبر من الدمية للحسد، أشياء توضع تحت الأرض في الحائط باعتقادهم هذا سوف يجلب البركة للأسرة، دوافع نقية، ولكنه سحر شيطاني. هذا ليش احنا بنقول عنه السحر؟ لأنك أنت بتعمل زي ما بيعملوا الأمم، بتعمل زي الآخرين. في مناطق معينة مثلا يجيبوا كعكة بعد الزواج ويخلوا فيها مصاري، هذه علامة للبركة، أو حليب، أو يكسروا جرة، أو هذه تقاليد. لكن للأسف هذه التقاليد اللي بتتعمل هي مش بقصد الإساءة، مش بقصد الإهانة. الذبائح مثلا يذبح خروف مو قصده أنه يحتفل، عم يحتفل فيك، لكن الحقيقة هذه عم تجلب أسحار لزواجك
تحتاج أنه تنكسر مباشرة وما يكون لها قوة أو تأثير على حياتك. أربعة، هذا النوع الخطير جدا من الأسحار اللي تعمل هو سحر الفودو. فودو يعني الدمية اللي تدخل فيها الدنابيز، دمية الدنابيز، وهذا يسموه بالسحر الأسود أو سحر الدمية لكسر الحسد، وهذا نوع من الأسحار الخطيرة. كذلك بعض الأوقات يعمل بحسن نية، الأم الجدة تعودت تجيب دمية، تجيب ورقة مرسوم عليها إنسان، يقول لك يعني أنا بعمل هاي الطريقة بكسر العين. هذا اللي بتعمله هو بداية لسحر الزواج أو كسر أيضا لسحر الزواج بدوافع نقية. سحر التسلط هذا خطير جدا، هذا يتم عن طريق استخدام دم بشري، دم بشري، دم العادة الشهرية، يستخدموه بهاي الطريقة، تكون في شر كامل جدا. وهذا عادة النوع من الأسحار التسلط أو أسحار الامتلاك، لما يعطى لشخص معين يفقد القدرة على السيطرة على قراراته. لو كان متزوج ممكن ينفصل، لو كان عنده أولاد ممكن يترك أولاده، ممكن يبقى لسنين طويلة باستخدام دم معين للدورة الشهرية. وهذا خطير جدا أيضا، نوع من السحر الأسود اللي بيستخدم عادة من خلال الارتباط بأشخاص من ديانات أخرى. شوف فلان ترك دينه أو فلانة ترك دينها وراحت على دين آخر لأجل الزواج، أعرف، خلي قدامك فكرة سحر التسلط والامتلاك اللي يكون على هذا الإنسان، وهذا له نتائج خطيرة لأنه نهايته في أمراض شديدة جدا إذا لم يتوقف وينتهي باسم يسوع. ستة، هذا اللي بدي أياك تركز عليه اليوم مهم جدا. الخمسة الأولى أنتم عارفينها، الستة والبعدها اللي أنتم بتسألوا عليها، الزواج من أشخاص. لما يحصل زواج من أشخاص لديهم أسحار ولعنات بالسابق متوارثة، أو دخلوا في علاقات جنسية مع أناث مهما كانت هذه العلاقة بسيطة، أو بعد الزواج دخلوا في خيانات زوجية، هل يمكن للمسيحي المؤمن أن يتأثر بسحر ولعنات الزواج من شخص غير مؤمن والروح القدس ما يقوم بحمايته؟ هذا السؤال إلك وإلي. الجواب نعم، نعم، لو أنت مؤمنة زوجتي بغير مؤمن وهذا غير مؤمن عنده واحدة من الأسحار اللي ذكرناها بالخمس فقرات الأولى، أنت كمؤمنة بسبب الالتصاق الجسدي بحسب كلمة الرب في كورنثوس الأولى 6 ينتقل إليك كل اللي موجود فيه. يعني لو هو راح على إنسانة في عائلته في سحر، فالسحر ينتقل إليك. لو راح على إنسانة غيرك في عائلته في قتل، روح القتل ينتقل إليك، روح الموت ينتقل إليك، روح الغضب ينتقل إليك. كل أنواع الارتباطات في أشخاص عندهم أسحار وأنت مؤمنة، الزواج أو طقس الزواج أو الشيء عملتي بالزواج ما راح يمنع انتقال هذه الأشياء إليك. إذن الجواب على هذا السؤال نعم، يمكن أن يتأثر، لأنه بحسب كلمة الرب فإن الاثنان أي الزوجين أو أي جنس خارج الزواج حصل حتى لو كان قليل أو مرة واحدة أصبحوا واحد، يحصل بينهم انتقال للعنات والشياطين والأسحار. ثلاث أشياء تنتقل، لعنة تنتقل، شياطين تنتقل، وأرواح السحر تنتقل اللي كانت موجودة في أحد منهم من خلال الروابط النفسية والجسدية، ولا يمكن للزواج أن يمنع ذلك. بالمناسبة هذا النوع أيضا خطير جدا. ليه؟ لأنه هون في علاقة زوجية من خلالها انتقلت هذه الأرواح واللعنات، راح تكون عميقة جدا، تدخل في عمق جدا من خلال الروابط النفسية، لأنه خصوصا في الزواج لو طول الزواج أو العلاقة الجسدية بقت مستمرة، واحد من هدول الاثنين عليه أسحار، الشخص الآخر راح ينظر بسبب هذه الأسحار. لذلك الاختيار والتحرير قبل الزواج مهم لحماية الأسرة من انتقال الأرواح وتوريثها للأولاد والأحفاد. هذا النوع من الأسحار يتوارث، هذا النوع من الأسحار يتجدد، هذا النوع من الأسحار يستمر إلى أن يتوقف وينكسر بشكل صحيح. هذا النوع من الأسحار لأن لم يكسر يمكن أن يتجدد من الوقت مع الوقت إذا كان هناك عدم توبة حقيقية وسلوك بالقداسة. لو تواجد هذا السحر في الأسرة يجب التوقف فورا عن العلاقة الجسدية، مش تروح تطلق تقول أسيسهم قال روح تطلق، لا، توقف عن العلاقة الجسدية واللجوء للتحرير وبعد الاستمرار في العلاقات الزوجية.
أما الأرواح المسؤولة هنا في هذا النوع من الانتقالات في لستة أرواح، هذه الأساسيات اللي منها، ولكن انتبه انتبه جدا، لأنه أنت راح تأخذ كل شيء موجود في حياة الآخرين من لعنات لوسيفر، لالاث، إيزابل، الأزواج الروحيين والسحر، هذه أقوى الأرواح اللي ممكن تحارب. لذلك هاي النقطة هامة جدا. لا تقول لي أنه أنا جواتي الروح القدس، روح القدس راح يحميني. لا، روح القدس راح يعلمك، راح يرشدك، راح ينبهك، راح أقول لك ستوب، شوف هذا الأحلام، شوف اللي أنت بيحصل معك، في إشي غلط في حياتك من خلال العلاقة الزوجية. وكل ما كانت العلاقة الزوجية موجودة، أنت راح تظل تحلم بهذا النوع من الأحلام والكوابيس اللي تأثر على مستقبلك. لازم تنتبه، انتبه لما تيجي تصلي وتعلن الدم، أيضا لما تعلن الدم وترجع أنت في علاقة زوجية من هذا النوع، ما أنت فاتح الباب، أنتوا الاثنين أصبحتوا واحد، أنتوا الاثنين أصبحتوا واحد. التحرير في هذا الموضوع هو الحل الوحيد. مش فكر أنا محمي، أنا ما عندي مشكلة، أنا في هذا الوضع. No. أي واحد، الزوج أو الزوجة، دخلوا مجالات السحر على حياتهم سحر متوارث، العائلة دخلت بسحر، دخلوا بارتباطات من أي نوع كانت، راح تنتقل بين الزوجين مباشرة، راح تروح إلى الأولاد، وراح تكون المصيبة في هذا الموضوع. طيب، هل هناك شياطين تقترح أو تعرض عليك الزواج من أشخاص معينين يكونون تحت لعنات وأسحار؟ انتبه، لأنه مش كل مرة تسمع أو الأبواب تفتح في مواضيع الزواج معناها فتحت من عند الرب، ولا كل مرة تسمع صوت بأذانك يحكي لك فلان الفلاني معناها أنه هذا صوت الروح القدس. مش كل مرة ترمي نفسك لأنه أنت فاكر اللي أنت تستقبل أو أنت بتستلمه من 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 صوت بداخلك أو صوت خارجي أو باب تفتح. لا، ممكن الشياطين نفسها تهمس بإذنك بطريقة معينة تخليك تفتكر أنه هذا صوت الرب، وتقودك بطريقة أو بأخرى للارتباط من خلال إعلان كاذب. هاي النقطة الأخيرة هي المهمة، لازم تنتبه عليها. راح أكرر سؤالي، هل هناك شياطين تقترح أو تعرض عليك، سمعك صوت تقول لك اتزوج من الشخص المعين أو اتزوج من الشخص الفلاني، وهذا الشخص الفلاني، هذا الشخص الفلاني مليان سحر ومليان لعنات؟ نعم ممكن، وانت تعتقد انه هذا خيار الرب لك او صوت الرب للارتباط، خصوصا اذا كان حصل جنس قبل الزواج او اطفال غير شرعيين. افهمك شو اللي انا بقصده. الجواب نعم بكل تأكيد، لازم تاخذ صوت الرب وما تنخدع بصوت العدو، ما تخليك مخدوع ابليس شو بيحكي لك. يمكن ان تكون شياطين متوارثة من الاسرة. يعني كيف هذا الكلام؟ يعني لما أنت تجي ترتبط، أيضا شفت اللي أنت عم ترتبط فيه في علاقة الأهل، العائلة، تزوجوا بنفس الطريقة، تزوجوا وكان الزواجات فاشلة، زواجات مؤمنين فاشلة، فتعرف أنه هدول الناس من المؤمنين مو قادرين أصلا يسمعوا صوت الرب في موضوع الارتباط والزواج والعلاقات الزوجية. لازم تنتبه، يمكن أن تكون شياطين متوارثة من الأسرة، حيث تجد في الأسرة أنه طريقة الزواج دائما تجي على هذه الأسرة. لو أنت اكتشفت في هذه الأسرة أغلب طريقة الزواج هي بسبب الاغتصاب أو الزنا قبل الزواج، وجود أطفال ممكن أو حصل حبل في العائلة، شو كيف تتصرف العائلة؟ الطريقة خلينا نستر على البنت، خلينا نستر على الولد، خلينا نستر على، خلينا نزوج هدول الاثنين. هذا هو العمل، السحر، أو لو في في العائلة السحر، وشفت أنت الزواج بطريقة الاغتصاب مرتين ثلاثة أربعة، أعرف أنه أولادك أيضا رح ينتقل لهم هذا النوع من الأسحار، هذا النوع من المشاكل المتوارثة الأسرية، وراح يكون النتيجة أنه الشيطان بيقودك إلى إنسان رح تتزوج من عنده، رح تروح تأسس عائلة معه، بس هذا الإنسان من الأساس هو واقع تحت تأثيرات الأسحار، تحت تأثيرات اللعنات، عنده شياطين. فالشيطان شو عمل؟ أغواه، شيطان خلاه يهجم عليك، شيطان بده يزوجك فيه، بده يزوجك بهذا الإنسان. كيف يزوجك ويدمر مستقبلك؟ شيطان يعرف أنه أنت في يوم من الأيام
لو حصل في حياتك استنارة روحية وخرجت من دائرة هذه الظلمة، راح تكوني ممكن تكونين خادمة، ممكن تكونين إنسانة للرب. يرسل لك شخص عليه حياته أسحار، ويحاول من خلال هذا الشخص يعمل معك علاقة، لو قدر يحبل، لو قدر يعمل إشي غلط، حتى تكوني مجبرة لازم تتزوجي هذا الإنسان. هذا اللي احنا بنسميه الشيطان يعرض على الأشخاص الزواج، أو تأتي نتيجة رفض أو تعاملات سلبية من جماعة المؤمنين. إنسانة دخلت وسط الكنيسة، ما شافت المحبة، ما قيموا هذه الإنسانة. وهذا انتبهوا على كلامي، كثير من الأوقات الناس اللي يحصل عليهم هذا النوع من اللعنات والشياطين والأسحار، نفس الشياطين راح تروح للكنيسة تمنع زواج هدول الأشخاص من الأشخاص اللي بالكنيسة، راح تمنعهم. ليه تمنعهم؟ لأنه بدها تستمر اللعنة، بدها تبقى هذه اللعنة. فالكنيسة أيضا ما تقدم المحبة والتقدير والاحترام الكافي لهاي البنت أو لهذا الولد اللي جاي نتيجة اغتصاب، أو إجا نتيجة عمل شيطاني، أو إجا نتيجة وجود لعنات في واحد من أعضاء هذه الأسرة، بعد ما ممكن يكونوا أصبحوا أشخاص قريبين من الرب، حيث إبليس يقترح عليهم أن المؤمنين داخل هذه الكنيسة هم كذابين. ليه؟ بسبب تعامل المؤمنين ورفض المؤمنين. هون تبتدي الاقتراحات الشيطانية أو الاقتراحات اللي يشغل السحر فيها. شو اللي بيحصل مباشرة؟ رح يقنع الإنسان جوات الكنيسة أنه الكل سوا، لو أنت أخذتي واحد من العالم مش رح تفرق حاله، والمؤمنين نفس الشيء. فيقترح تاخدي إنسان من العالم، أو يقترح على الرجل يأخذ امرأة من العالم. ليه؟ لأنه ما توفر بالكنيسة الشخص المناسب ولا التعاملات المناسبة. فشو بيعمل الشيطان؟ يبحث عن شخص عليه سحر، عليه لعنة، مسكون بأرواح شريرة، يبحث عن هذا الشخص ويعمل تقارب ويعمل تعلق ويعطي صوت يقولها هذا الإنسان إلك، وممكن يكون هذا الإنسان من جوات الكنيسة لكن عليه أسحار. عيد، ممكن يكون من جوات الكنيسة لكن عليه أسحار، يجذب هذه البنت باتجاهه، يخلي فاصل، يخلي إشي حتى ترتب، يقترح، يسمعها صوت، يجيها بحلم، يجيها برؤية، حتى تقتنع إنه هذا الإنسان هو الإنسان اللي أنا معد إلي. مجرد ما حصل ارتباط، ست طرق الارتباط، يحصل انتقال مباشر من السحر واللعنات الموجودة بحياة هذا الإنسان، اللي هي الموت، إيزابل، جميع لعنات الأرواح، الديانات الأخرى، خصوصاً الأخوة العابرين. هذا الإشي كثير يضرب فيهم. ليه؟ لأنه في انتقالات غريبة للأرواح الشريرة على حياة هدول الناس. لازم تنتبه، بعض الأوقات الشيطان يقول لك فلان، الشيطان علقت بفلان، وفلان على حياته، بس تكتشفي في على حياته اغتصاب، في على حياته يشتغل السحر والاغتصاب مع بعض. خليها ببالك، السحر والاغتصاب يشتغلوا مع بعض حتى يدمروا حياة الإنسان. نجي هون، أنا وعدت أني هتكلم بعلامات تشير إلى وجود سحر في حياة الإنسان. هذه العلامات ممكن تكون أثناء الزواج، ممكن تكون قبل الزواج، ممكن تستمر لما بعد الزواج. بس هذه العلامات مهمة جدا جدا جدا، أصلي أنه ما تكون موجودة بحياتك، وأن وجدت في حياتك أعرف أنه دم يسوع يقدر يغير حياتك بالكامل. أول علامة، الوضع الصحي، العلاقة الزوجية، الرجولة، في حالة وجود سحر، في حالة وجود سحر معمولة لأجل رجل مباشرة يوم الزواج، يوم الزواج أو بعد الزواج بفترة صغيرة جدا، يحصل عجز جنسي، عجز جنسي كامل أو جزئي في العلاقة الزوجية مباشرة. ما فيك شيء، أمورك طبيعية، جيت تزوجت وجدت نفسك مو قادر، فشل في يوم الزواج. هذا يجي نتيجة أسحار، أو بعد فترة قليلة مع عدم وجود تشخيص طبي للموضوع. أمسوري للموضوع في ضائن، الدكتور يقول لك ما عندك مشكلة، ما عندك عجز، ما عندك ضعف،
طب شو الموضوع؟ أنا يوم اللي تزوجت فقدت القدرة، وهذا الفقدان مفاجئ. بعد الفقدان المفاجئ حتى الدوافع اللي أنا جيت فيها، الرغبة للزواج أو للعلاقة الزوجية، أصبحت وصلت إلى الحضيض. هي إشارة أولى، العجز الجنسي الكامل أو الجزئي في العلاقة الزوجية يوم الزواج أو بعد فترة قليلة من عدم مع عدم وجود تشخيص طبي للموضوع، يقول انه في سحر معمول على حياتك تستخدم يوم الزواج او قبل الزواج بفتره صغيره جدا. العلامه الثانيه فقدان الرغبه او الشهوه الجنسيه مع شريك الحياه، وايجاد اعذار وهميه غير حقيقيه، والانحراف الجنسي. انتبهوا، مش بس فقدان الرغبه، لكن انحراف جنسي إلى رؤية مواد إباحية، التمتع بها، استبدال عن العلاقة مع شريك الحياة. يعني يحصل نزول بالعلاقة الزوجية في فترة الأولى من الزواج، والمفروض هذا ما يكون موجود بالعلاقة الزوجية، ويلجأ هذا الرجل أو هذه الامرأة بطريقة أخرى، انحراف جنسي، وتشوفه يقضي أوقات بعيد عن العلاقة الزوجية وجالس أمام المواد الأمور الإباحية ويتمتع فيها ويكتفي فيها ويستبدلها عن شريك أو شريكة الحياة. هذه العلامة الثانية لوجود سحر ربط هدول الاثنين مع بعض، أو وقف العلاقة أو الرغبة ما بين الشخصين. العلامة الثالثة وجود أو خروج روائح كريهة وغريبة في المنزل، بيت الزوجية، مثل رائحة البيض الفاسد، رائحة حيوانات ميتة أو العفونة. البيت نظيف، البيت ما في مشكلة، المكان جديد، ليه عم تظهر هذه الروائح؟ بسبب رمي أسحار جوات هذا البيت، خصوصا في غرفة النوم. أو هذه النقطة هامة جدا، لأنه كثير بيشتكوا من هذه النقطة، أنه العلاقة الزوجية، في وقت العلاقة الزوجية تصدر روائح غريبة كريهة، يا أما من الشخصين أو بالمكان، ومع العلم أنه جميع الأمور نظيفة ومرتبة وما في أي مشاكل داخل هذا الموضوع. انتبه من هذه الأشياء، الروائح الكريهة الغريبة في المنزل. لا تعبر هذه الأشياء، خليها قدامك علامة. لو مرمي في بيتك أي نوع من أنواع السحر، أعرف رح تطلع علامة هي رائحة غريبة. لو أنت تعرضتي لرائحة السحر، رح تصدر روائح غريبة، خصوصا في الوقت اللي فيه العلاقة الزوجية أو قبل العلاقة الزوجية، حتى تبطل العلاقة الزوجية. هذه النقطة رقم ثلاثة. نقطة رقم أربعة أو العلامة رقم أربعة، عراك، صراع، صراخ، غضب. توصل بعض الأوقات إلى استخدام الأيادي والتهديد بشكل مستمر في البيت من دون سبب حقيقي، من دون سبب حقيقي. انعدام التواصل بين الاثنين والإهمال والتجاهل، ما في شيء، لكنه أول ما يلتقوا، أول ما يتجمعوا مع بعض، تبتدي صراخ، كلمات غضب، عبارات مش صحيحة، ما حدا بيطيق الثاني، ما حدا يقدر يجلس مع الثاني. دوما في أشياء تحصل، وتجي على السبب تلاقي السبب تافه جدا أو ما في سبب حقيقي. ولكن لما تسأل أي واحد من الاثنين ليه أنت بتعمل هيك، يقول لك أنا مش عارف ليه بعمل بهذه الطريقة. لو في هذا النوع من الصراخ والتهديد والغضب واستخدام الأيادي والكلمات البذيئة والتعييرات، أعرف أنه في سحر دخل إلى هذه الأسرة أو عمل سحر لأجل تهديم العلاقة الزوجية. لازم تنتبه لما تشوف نفسك مش قادر تتواصل مع زوجتك، أو زوجتك مش بتتواصل معك بالشكل الطبيعي، أو في إهمال أسري أصبح، أعرف أنه في علامة تشير إلى وجود أعمال سحر في العلاقة الزوجية. خمسة، احنا قلنا عند الرجل يحصل مشكلة بالعقم أو يحصل مشكلة بالقدرات الرجولية، عند المرأة أيضا يحصل عقم بسبب السحر، موت الجنين داخل الرحم الأشهر الأولى من الحبل، أو عدم ثبات الجنين جوات الرحم، الإسقاط أو تشوه في الرحم والحبل الخارجي. الحبل المهم ما يكون حبل طبيعي، ولما يتم التصليح يحصل فيه ضرر على جسد الإمرأة، كسقوط الطفل من خارج الرحم
ياخذ معاه الكليه، ياخذ معاه مبايض، ياخذ معاه اي شيء اخر. هذا ايضا واحد من الاشياء اللي يعمل في موضوع السحر. لو كان الوضع الطبي صحيح ما عنده مشكله وحصل هذه الاشياء، فمعناته وجود سحر حاصل على هذه المراه يسبب لها عقم او موت الجنين او موت الاطفال او موت الحياه من الذكريه، الحيوانات الذكريه اللي تدخل حتى تلقح البيضه ايضا يعمل بنفس الطريقه. المهم انه ما توصل الحيوانات المنويه الذكوريه للبويضه باي طريقه، خليني اموت هذا الموضوع، فيحصل فشل في الانجاب، فشل بالاولاد بسبب اعمال سحر وضعت على المراه. ما جاك بالتفاصيل كيف عملت هاي اعمال السحر، لكن اكتفي لو اعطاك الساحر اي شيء تتحممي فيه او خلى ايده على الرحم، او انت جيتي وضعتي اي شيء اثناء الزواج على الرحم، يعني مثلا استخدمتي اي تقاليد قديمه او جبتي قران خليتيه على الرحم بسبب شيء معين، فكر معين عندك ما بدك حدا يعرف، اعرفي هذا بلوك، هذا غلق للرحم. اي شيء غريب يمسك الرحم من الخارج، ان كانت يد العراف، ان كانت كتاب سحر، ان كانت حجاب، ان كان زيت، ان كان مي شيطاني، اي شيء وضع من الخارج على الرحم، اعرفي انه الرحم اصبح ممسوك من قبل ارواح شريرة. علامة السادسة، اصوات وتفكير مستمر، انفصل، طلق، ارحل، اترك، اترك. دائما صوت، دائما حدا بيشجعك على الانفصال، دائما حدا بيخلي قدامك احلام جنسيه، بيخلي قدامك امراه ثانيه او رجل اخر او شيء، بيجيك حلم نجاسه لانه في رجل او امراه تصير معك. انتبه كيف تعرف الزوج الروحي. انا قلت من شويه، قلت الزوج الروحي بالحلم، لكن في بعض الاوقات لا، يصير معك بالطريق، يمشي معك بالأماكن، أنت وتتكلم مع الناس تشعر في شخص معك، امرأة أو رجل معك، هذا اسمه القرين. القرين هو الزوج الروحي، احنا نسميه بلغتنا القرين. شو القرين؟ هذا يمشي معك، بدك ترتبط، تتزوج، تعمل علاقة، تلاقي الدنيا قامت عليك والشخص اللي أنت بدك ترتبط فيه مشاكل ويتركك بدون سبب. ليه؟ ليه؟ ليه عم تحصل كل هذه الأشياء؟ السبب ببساطة وجود زوج روحي ناتج عن عملية سحر. نفس الساحر يوجه أفكار لك بالطلاق، يروح يجلس جنبك يقول لك طلق، انفصل، ارحل، اترك، كفاية، كنت عايش بسلام، ليه هالمسؤولية اللي عليك. بس تسمع هذه الأصوات أو طوشان بإذنك وكأنه إشي هيك غالق عليك وغالق على نفسك، غالق على صدرك، ما أحلام من نجاسة مع أفكار بعلاقات قديمة، أعرف أنه في سحر تجدد عليك أو في سحر رجال. هذه العلامة رقم 6. علامة 7 مهمة جدا، لما يكون الرجل والمرأة بالعمل أو هي تكون ببيت أهلها أو هو يكون في مكان معين، لما يكونوا بعيدين عن بعض يشعروا في إشي رابط بيشدهم البعض وبدهم يجوا يحكوا مع بعض أو يكونوا مع بعض، يشعرون بالأشواق، يشعرون بالحب اتجاه بعضهم البعض. لكن بمجرد ما يتقابلوا جواد بيت الزوجية اللي أصلا فيه أعمال سحر، تلاقي اتكهربوا هما الاثنين، والكراهية بدأت تظهر، والصوت العادي بدأ يظهر، ما بدهم يبقوا مع بعض ويختنقوا ويشوفوا مرة ثانية، خرجوا خارج البيت وأيضا اشتاقوا ورجعوا. كل مرة يحصل جوات البيت، جوات البيت مشكلة، برات البيت ما في مشكلة، أعرف أنه بيتك عليه سحر أو في دواته أي أعمال سحر، لازم توقف تتعامل مع هذه الأشياء. هذه النقطة رقم 7. النقطة رقم 8، قبل الزواج أو أثناء فترة الزواج الشخصين مهتمين بالشكل، بالمظهر، بالرائحة، بالشعر، بالملابس، كل شيء، يتعمل السحر، يحصل فقدان مفاجئ للرغبة في الاعتناء بالنفس والظهور بمظهر جيد للزوجة أو الزوج، عدم الاهتمام بالشكل وعدم تقدير النفس، البقاء في حالة من الإهمال الخارجي والداخلي والرغبة بالنوم لوقت طويل. أعرف لو أنت مش هذه صفاتك، مش هذه طبيعتك، وشفت أول ما تزوجت، أول ما زوجك أو ارتبطت حصل إهمال، إهمال للمظهر، إهمال للشكل،
إهمال بشكل غير طبيعي، و شفت نفسك خارج بيتك أو لما تخرج خارج بيتك تختلف شكلك ومظهرك. أعرف جوات البيت في العلاقة الزوجية حصل شيء اسمه سحر الإهمال. كان عندي حالة من هذا النوع مع امرأة مهندسة دخلت معها في عملية تحرير، طلع لي سحر، قال لي أنا السحر المسؤول عن البهدلة، بدي أبهدلها قدام زوجها، بدي أبهدله شكلا مظهرا. حتى لما حضرت الاجتماع كنا في بيت معين، جت لابسة كل إشي شكل، ما عدا حتى ذوق باللبس، يخلي حتى الذوق يأثر على ذوقك في اختيار الأشياء. هذا معناته في وجود أعمال سحر. الشيطان نفسه اللي أنا صليت وخرج في ذاك الوقت كان يقول لي أنا اسمي سحر البهدلة، أنا بدي أبهدلها قدام زوجها قدام بيت حماها، ويحصل انتقاد عليها وكلمات لعنة وكلمات سلبية. راح أقدر بهذه الطريقة أخرب علاقتها الزوجية، راح أقدر أدمر العائلة. علامة التاسعة، هذه مهمة جدا، لما يكون في سحر مرمي على الجسد أو يكون سحر بوضع اليد في أماكن خاصة أو معينة، شو يحصل؟ يحصل حكة شديدة، حرقان في أماكن خاصة بالجسد لا تفسير لها، وشعور كأنه هناك حالة من الاغتصاب. خصوصا تزداد هذه العلامات في حالة العلاقة الزوجية أو قبلها بوقت قليل. حكة، حرقان، مكانات بالجسد معينة تلاقي في إشي غامض. ليه؟ ما كل شيء نظيف، كل شيء مرتب، كل شيء أنا على أتم الأشياء مهتم بشكلي، ليه بتحصل هذه الأشياء؟ بسبب وجود سحر. هذا النوع من الأسحار عادة يزرع في الملابس، يزرع في الأغراض الشخصية، يرمى في البيت، يرمى على السرير. انتبه لو في حكة شديدة أو في حرقان أو الدكتور قال لك ما فيك إشي مرض جلدي معين، ليه عم يحصل هذا الموضوع معك؟ أعرف أنه في سحر معين هاجم حياتك أو بيتك أو أغراضك الشخصية، تحتاج أنك تتحرر من هذا النوع. علامة العاشرة، رغبات جنسية شهوانية لا يمكن التحكم بها تقودك إلى العاهرات، زنا المحارم، وكل مرة تسقط بها من جديد لأنها تفوق إرادتك وقدرتك للتحكم بها. والتعلق بالنظر بالآخرين خصوصا الخدام والمؤنين المتزوجين. أشرح هاي النقطة شوية. رغبات جنسية شهوانية لا يمكن التحكم بها تقودك. أنت متزوج لكن كل اللي أنت بتفكر فيه، كل اللي أنت بدك إياه علاقات خارج الزواج. ليه ما بتوقف هذه المواضيع؟ راح الجواب يكون مش بطاقتي، مش بقدرتي. ليه مش بطاقتك؟ ليه مش بقدرتك؟ هذه الأمور تفوق إرادتك؟ نعم. ليه؟ لأنه في سحر. سحر يخليك تزني، هذا سحر انتقام، يخليك تزني، تخرج خارج علاقتك الزوجية مع مرتك وتطلع برا وتبتدي تفكر بعلاقات أخرى. إمتى ينشط هذا السحر؟ عادة في الخدمات وفي جوات الكنائس. تلاقي مجموعة من النساء عليهم هذا السحر، تطلع بالأفكار أثناء العبادة، أثناء الخدمة، ما تركز على العبادة، ما تركز على الخدمة، تركز على الخادم، تركز على زوجة الخادم، تركز على الناس الموجودين، وتبتدأ الأفكار الشهوانية والرغبات الشهوانية والمقارنات تشتغل برأسها وتأخذ بسبب السحر. خصوصا السحر الهندي، هذا النوع هو اللي يعمل يدمر العلاقات الزوجية ويطلع الرجل أو المرأة خارج نطاق الزواج والعلاقة الزوجية. هذا نوع من الأسحار. الحادي عشر، لو أنت معمول عليك سحر بالزواج يحصل اضطرابات في النوم، كوابيس، أحلام مزعجة مخيفة، رؤية أفاعي، عناكب، حشرات مختلفة تجعلك هذه التجارب تشعر بالخوف والإرهاق والاستنزاف العقلي والكآبة. أحلام مخيفة، اضطرابات، كوابيس، إزعاج بالنوم، أفاعي، صح من النوم شفت أفعى، شفت عناكب، شفت صراصير، شفت حشرات مختلفة. أعرف أنه تعمل عليك سحر من نوع السحر المدفون اللي حكينا عنه في أول مرة. هذه الأشياء لمجرد وجودها وتكرارها في حياتك، أعرف أنه حياتك الزوجية مهددة بسبب دخول هذا النوع من السحر إلى حياتك الشخصية. طيب العلامة الثانية عشر والأخيرة، لما يكون في سحر يكون في فقر. لما يكون في سحر يكون في فقر، فقر مادي، خسائر مادية،
صراعات وقضايا ومحاكم، سلب عدم الاستقرار من دون مبرر ومن أقرب الناس، وتوقف تدفق المال للأسرة. السحر مش بس يضرب لك العلاقة الزوجية والجنس وش عارف شيء. لا لا، يطلع خارج هذا النطاق، يضرب لك العائلة ويضرب لك الأمور المادية، وأي شيء أنت تمتلكه يصير عليه ضغط مادي. وأنت قبل الزواج كانت أمورك جيدة، لكن بعد الزواج تلاقي نفسك تدهورت أمورك المادية ودخلت في الخسائر. حتى لو كنت فاهم، حتى لو كنت دكتور، كنت مهندس، وتأفر الشهادة اللي عندك، راح تلاقي نفسك خسارة خسارة. راح تشوف أولادك للمستقبل بيتعرضوا بنفس الطريقة إلى الخسائر المادية. السبب وجود سحر للفقر في العائلة. يا أما يكون المرأة عليها نفس نوع هذا الأسحار من الفقر وانتقل إليك من خلال العلاقة الزوجية، يا أما يكون اتعمل سحر افتقار حتى العلاقة الزوجية تتدمر من خلال هذا الافتقار المادي. دائما يرافق السحر غضب، يرافق السحر إهانة، يرافق السحر خسارة مادية، يرافق السحر إهمال، يرافق كثير أشياء ترافق السحر موجودة. هذه الأشياء الـ 12 اللي ذكرتها أمامك لو موجودة بحياتك بشكل مستمر، تعرف أنه في تهديد على حياتك الزوجية، يحتاج أنك تنتبه وتوقف هذا النوع من التهديدات، لأن هاي التهديدات تستمر لسنين طويلة بدون ما أنت تعرف أسبابها ونتائجها. خلونا ندخل في إشي آخر أساعدكم فيه. طيب، هل فهمنا في 12 علامة بتقول لي إنه في سحر؟ هل في نتائج أخرى لعمل السحر؟ هل في نتائج؟ أوكي، أنا عرفت العلامات، عرفت العقم هو علامة، عرفت الإجهاض هو علامة، عرفت إنه موت الجنين هو علامة. طب هل في أشياء أخرى داخلية ممكن تحصل تدمر العلاقة الزوجية بسبب وجود أسحار؟ نعم، الإهمال في العلاقة الزوجية، إهمال، وكأنه أنا وصلت للهدف وأخذت اللي بدي إياه وخلص، ما بفكر بالطرف الآخر، نسيت العلاقة الزوجية، نسيت هذا الإنسان اللي أنا حبيتها هي حبتني. نفس الزوجين اللي أمضيا كل وقت العلاقة الزوجية المواعدة معا ينفصلون بعد يوم الزفاف مباشرة. عادة ما يكون الإهمال خفي، وهي الطريقة التي يعمل بها العدو غالبا لتدمير الزواج الذي تعرض للسحر. إهمال، خطيئة التي لا يمكن التغلب عليها بغض النظر عن ما هي الخطيئة. العصيان الذي يضعف علاقة المرء مع الرب يضعف أيضا علاقتك مع شريك الحياة. يعني كيف أتكلم؟ يعني الشخص اللي أنت حكيت معه عن الرب واللي قبل الرب وربطت معه وتزوجت هذا الإنسان، مباشرة بعد الزواج تلاقي يرجع وينفصل عن الرب وينفصل عن الكنيسة وتدريجيا ينفصل عنك. وين كان إيمانه أثناء ما أنا كنت عم بحكي عن الرب في وقت بداية الارتباط أو في وقت بداية الزواج؟ رجع السحر الجدد على حياة هذا الإنسان، رجعت الخطيئة مسكت من جديد فيه. مش مهم نوع الخطيئة، لكن مجرد ما تزوج تغل السحر، دخلنا بالعصيان. فإهمال، عصيان، إهمال، عصيان. نجي على النقطة الثالثة، وجود السحر دائما يضع اللوم بعضنا على بعض، تحميل المسؤولية الاختيار الخاطئة على الرب. على الرب، الرب أنا صليت والرب قال لي فلانة، مش الرب اللي قال لك، أنت أخذت إعلان من الشيطان. مش الرب قال لك، أنت سمعت للعدو. نتائج كسر عهود الزواج، نحن نلتزم ببعضنا البعض حتى الموت، الموت حتى ما يفرقنا. لكن مباشرة بعد مراسيم الزفاف والكنيسة بعدك مباشرة يحصل كسر للزواج وخيانة زوجية. شو اللي بيحصل؟ ليه؟ وكنا أحباب. السحر اشتغل، السحر اتعمل يوم الزواج، مباشرة خيانة زوجية. الأسرار، كل شيء مخبى. لازم الزوجة ما تعرف أي شيء عن الزوج، والزوج ما يعرف شيء عن الزوجة. أسرار، لما أعرف أنه في أسرار في العلاقة الزوجية
في اشياء مضمومه، في اشياء ما بتنحكي، مش الاشياء يعني ممكن شيء طارئ ما بتحكيه لانه ممكن يسبب مشكله، لكن وجود كثره من الاسرار يخلي العدو يقول لك معاقل ويخلي، وهذا يجي ايضا انا بقول لك عنه كله يجي نتيجه سحر متوارث عبر العائله، الاب عنده اسرار، الام عندها اسرار، الجد عنده اسرار، وهيك وينتقل، ابتدى الموضوع بعمليه سحر وانتقل تدريجيا الى ان وصل الى باقي الاسره. الغضب غير المنضبط والمطلق يمكن يكون الرابطه بين الزواج والزوجه، وعاده الغضب يجي نتيجه السحر او القتل المتوارث بسبب انتقاله من شخص اخر. عدم القدره على الصلاه، هاي نقطه هامه، لما زوجك يسكتك وانت عم بتصلي وينزعج من صلاتك يقول لك ستوب وقفي الصلاه وما بدي اصلي معك وما في فرصه انه نكون معا نصلي سويه، اعرفي انه في سحر دخل بالموضوع بيمنع الصلاه او بيمنع العلاقه او الصلاه المشتركه بينك وبين زوجك، وبيسكتك خصوصا اذا سمعت بتتكلمي بالسنه يكون كثير منزعج من الالسنه اللي انت بتطلقيها. ليه منزعج؟ لانه روح السحر الارواح الموجوده فيه هي اللي بتخليه ينزعج بهاي الطريقه. قلنا هذا الموضوع انا بس بشرح فيه نتائج الجلوس امام الامور المواد الاباحيه واستخدامها، هذه واحد من علامات السحر التي تعطي الحق للشيطان لمهاجمه الاسره. ليه؟ لان هذا الفعل يعني ان ازواجنا ليسوا جيدين بما يكفي بالنسبه لنا، او اللجوء الى المخدرات والمكيفات مثل المروانة. انتبهوا من المروانة، مش بتخليك تعمل دايت وتنحف. المروانة نوع من انواع المخدرات، حتى لو الطب قال لك المروانة تقدر تاخذها، الكتاب المقدس يقول لك انتبه ما بتقدر تاخذها لان هي نوع من انواع المخدرات. المعارك المالية بين الزوجين، فلوسي وفلوسك، المسك المادي عن المرأة، معاقبة المرأة ماديا، عدم تسديد احتياجاتها المادية، هذا كله يدخل من ضمن أعمال السحر واللعنات اللي العدو ممكن يكون ماسكها على هذه الأسرة. النسل، هذه اللي حكيناها كله ممكن يؤدي إلى انتقال السحر إلى أولادك، صراعات مثل ما حصل في العهد القديم في سفر التكوين في قتل قايين لهابيل، تلاقي أولادك دائما في شد في غضب في صراعات داخل البيت، فانتبه لأن هذا ممكن يأثر حتى على أولادك، السحر ينتقل إلى الأولاد. الزنا مثل ما يفعل الشيطان غالبا فإنه يعظم متعة الخطيئة المؤقتة بسبب الآثار المدمرة طويلة المدى لعبور هذا الخط، ثم تدفع العائلة ثمن خيارات أو الاختيارات السيئة. يدخل في الزنا زي هذا حكيته، أنا بس بكرره لك حتى أعطيك إياه بطريقة أخرى وتفهمه بطريقة أخرى. طيب كيف نسترجع زواجنا بشكل ناجح بعيد عن الأسحار؟ هذا اللي بدي إياك توصل له اليوم. هل عرفت العلامات؟ عرفت الإهمال، الخطيئة، جلوس، الهروب، هذه كلها أعمال سحر. طب كيف أسترد زواجي؟ كيف أسترجع زواجي؟ كيف أبتدي بداية صحيحة؟ أول بداية صحيحة لازم أعملها، لو أنا دخلت أو استخدمت السحر بكل أنواعه لأجل الحفاظ على زواجي، لأجل الزواج، رحت بدي أتزوج، لأجل أنه تركني شخص وبدي أنتقم من عنده، بدي أسلب شخص، بدي يطيعني، شخص متزوج وأنا عملت سحر الدم عليه واليوم أنا أموري أصبحت في حالة من الدمار، هذا أول الأبواب التي يجب أن تتوب عنها بسرعة. لازم تقدم توبة عن السحر اللي أنت عملته أو اللي أنت شاركت فيه أو اللي أنت دخلت فيه، لأنه مهم جدا، لأنه الأعراض اللي أنا حكيتها خصوصا الحكة، الحرقان، الاغتصاب الليلي، الاغتصاب النهاري، عدم الزواج، مشاكل مادية، كله مرتبط بالسحر، كله مرتبط باللي أنت عملته، كله مرتبط بدخولك في مجالات السحر أو دخولك مع سحارين أو تواصلت مع سحارين. أول ما تتواصل مع ساحر بنظر مملكته الظلمة أنت ساحر صغير، أول ما تتواصلي مع ساحر أو سحرة أنت أصبحت في مملكة الظلمة، يدعى اسمك الساحرة الصغيرة. ليه ساحرة صغيرة؟ لأنه بعد شوي رح تكبري في هاي المملكة وتتدرجي إلى أن تبقي ساحرة كبيرة. أول طريقة للخروج، للهروب، للوقف هذا الموضوع هو التوبة، التوبة الحقيقية،
اتلاف كسر كل اتفاق حصل بينك وبين الساحر او بين اسرتك وبين الساحر او كل شخص ارتبطت فيه، بالرغم انك انت تعرفي هذا الجاي الشخص اتي من خلفيه مليانه بالسحر، مليانه بالقتل، مليانه بالموت، خصوصا الناس اللي خارج البلاد اللي يرتبطوا مع اجانب زي الهنود. الهنود مليانين سحر، الهنود مليانين اسحار موت وقتل وافاعي. لازم تفتح عينك وتفكر لو انت ارتبطت باشخاص من دول بتمارس السحر. اسبان هذا انا بتكلم خارج، تعالوا داخل بلادنا، مصر، بالعراق، بالاردن، بلبنان. هذه لو انت تعرف هذه العائله فيها سحر وبتمارس السحر. قبل كل شيء لازم قبل ان تقترن، مش من الرب، الشيطان ممكن يقول لك يفتح لك الابواب حتى ترتبط. لازم توقف هذا السحر. لو اكتشفت واحد قال لك انا جيت اتولدت عن طريق اغتصاب، واحدة قالت لك انا ابوي اغتصب امي وجدي اغتصب جدتي وفي اغتصاب، اعرف انه اولادك راح يكونون في نفس الموضوع من السحر. السحر بدايته الاغتصاب بدايته اعمال سحر. واحد عمل له سحر حتى يغتصب امرأة، او اثنين تزوجوا، واحد منقاد بالسحر، السحر دفعه حتى يغتصبك. تكسر كل اتفاق حصل بينك وبين السحرة او بين اسرتك وبين السحرة، لانه سحر الزواج ينتقل عبر خط الدم بين الاجيال بالتوارث، يصل الى اولادك واحفادك ويدمر مصيرك الاسري بالكامل. اثنين، قطع الروابط. هاي مشكلة. ليه؟ لما يصير علاقة جسدية مش بس صار جسد، صار في عمق في الأفكار وفي الأشياء اللي حصل جوات رأسك، أو زي ما أنا قلت ممكن يصير رفض من الكنيسة فالعدو يقودك إلى شخص غير مسيحي حتى ترتبط فيه، فصار روابط. رابط يعني ربط، شيء ربطته. فالساحر شو بيعمل؟ يعمل نوعين من الربط. لو انت رحت عليه وبدك تتزوج امرأة وفي معارضة، يقول لك انا خليني اربط ألسنة الناس، فيربط لك كل الاسرة بالسحر حتى تتزوج هذا الانسانة، او العكس بالضبط، فيربط لك اللسان ما حدا يتكلم، يلا خلينا نستر، خلينا يلا هدول رح يعملوا خطيئة فيزوجوهم، النتيجة عمل سحر. او يعمل روابط نفسية بينك وبين الشخص الاخر، فيعمل جسر تنتقل فيه اللعنات، الأشياء اللي حصلت بين واحد والآخر. من ضمن هاي الأشياء اللي تنتقل هي السحر وشياطين السحر. لازم تتوقف عن الروابط، تكسرها، تقطع هذه الروابط، توقف العلاقة الجنسية بينك وبين الشخص إلى ما بعد التحرير. وإذا اكتشفت أن الزوج عنده نوع من الرغبة الجنسية المخالفة طبيعي، مش الشيء علمه الكتاب، مثل ما قال في رسالة روميا، ذكور بذكور إناث بإناث. ممكن تزوجتي رجل يبحث عن ذكور وبده يشوفك أنت من هذا النوع، هذا أيضا كيرس، هذا أيضا لعنة، هذا أيضا أعمال سحر، لازم تتوقف لأنه غير شرعية. ثالثا، قطع خط الدم المنتقل من خلال الأسحار، كسر اللعنات المتوارثة والزواج المقترح من الأرواح الشريرة. عادة الزواج مع الأرواح الشريرة يتم من خلال خاتم اسمه خاتم الزواج، بس خاتم روحي وليس خاتم مادي. لما تكسري توبة ولما تكسري خط الروابط النفسية، الخطوة الثالثة كسر اللعنات بالكامل متوارثة. ايضا خلع اي ارتباط، جيبي زيت مقدس وامسحي ايدك، قولي اي شيء تخلى على ايدي انا بخلعه هاي اللحظه، وبنفصل حتى من الاشياء اللي دخلت الى جسدي من قبل الزوج الروحي. وتوبي عن القرارات الغلط، لا تروح تلومي الرب، الرب قال لي خدها، لا، الشيطان قال لك خدها وانت سمعت للعدو. رابعا، التخلص من الحجابات ودمية السحر وكتب السحر والمقص والخرز، ولا تروحي تعملي لي عجينة، ولا توافقي على ذبيحة دم، ولا تجيبي كف مش عارف مين وتخليه باعتباره أشياء، والمقص وتقولي أوكي، والحليب، بعض الناس يخلوا حليب بعد الزواج،
لا تعملي هذه الأشياء، هذه أمور وثنية، صح، كل سحر. كل بلد اختص في شيء معين. العراق يمسك جارورة ويكسرها، إسرائيل يعمل عجينة، مصر يعمل مقص وحليب. أفكار شيطانية انتشرت، هذه تجلب السحر للأسرة مباشرة، خلصي منها. وأي شيء تشعري فيه وقت الزواج، نغز، أبرة، مش عارف شو، دايركت خلي على جسدك زيت، صلي، اكسري أي تداخل للسحر على جسدك. خمسة، بعد ما تتممي الأربعة الأولى، طرد الأرواح الشريرة القادمة عن طريق السحر، كسر العهود معها. الأرواح اللي تجي بالسحر معروفة، أول روح وأقوى روح هو الزوج الروحي أو الزوجة الروحية. مين اللي بيجلب هذا الروح؟ هو إيزابل. من يعمل عقد الزواج؟ هو إيزابل، لأنه سحر يعني موجود حية، لأنه حصل خراب وكراهية بالعلاقة الزوجية، وجدت للاث. مين الزوج الروحي؟ لوسيفر. لوسيفر رئيس مملكة السحر. كل الأرواح المنتقلة من الأزواج والموت والقتل والغضب كله يجي يحل. إذا لازم كله ينكسر، كله ينطرد، تنكسر العهود، وتطلبي الامتلاء، وتطلب الامتلاء بالروح القدس، وتجي للمسيح وتحتمي بدم المسيح. خطوة بعد خطوة بتقدر تنط على طرد الشياطين وأنت لسه في حجابات وفي أشياء في بيتك، ولا في لسه أنت متعلق. أحب فلانة متعلق وهايم فيها، وهي جاية عن طريق سحر. لازم توقف هذا التدفق للعنة بقوة وسلطان باسم يسوع. هلا بعد ما أنت وصلت إلى مرحلة، اسمعوني، تقرير في مواضيع الزواج مش سهل، مش هين. لا تفكر إنه هين. لما يحصل تحرير لازم تحافظ على أسرتك، لأن هذا النوع من الأسحار يتجدد، يتجدد. شو بتعمل حتى تحافظ على علاقتك الزوجية ما بعد التحرير؟ أولاً الصلاة، صلي يا رب أنا بدي أبارك زوجتي، أنا بدي أبارك زوجي، صلي زوجك باركيه، مش تلعنيه، باركيه. ولازم زوجك يصلي لك إلك أيضاً بالبركة. الصلاة لإزالة كل سلبية من العلاقات التي يسببها الناس الخارجيون، أهل الزوج عاملين سحر، أهل الزوجة عاملين سحر. صلي، زيلي كل كلمات سلبية قيلت عليك أو قيلت على زوجك، أو أنت سكنت في بيت الزوجية مع حماتك أو مع بيت العائلة، لازم تكسري وتزيلي كل الكلمات اللي تطلق عليك بالسر والعلن. الصلاة لكسر أسلحة العدو، لن ينجح أي سلاح يستخدم ضد زواجي. هذا صحيح، هذه الكلمات صلاة، أنا بعلن لن ينجح أي صلاة أو أي سلاح يستخدم ضد زواجي، أي وبن صوب ضدي، أي سلاح عمل سحر، عرافة، كلمات، شهوات أطلقت ضدي، أي أشياء أنا استقبلتها عن طريق السحر لازم أكسرها. الصلاة من أجل إعادة بناء الثقة والصدق في زواجي. ما راح تجي الثقة بسهولة بيوم وليلة، لازم تصلي. أنا بعلن دم يسوع على أفكاري، أنا بستعيد ثقتي، أنا مش راح أخرب بيتي، أنا راح أكون صادق مع زوجتي، أكون صادق، ما في أسرار، ما في خبايا، ما في خطايا برجع لها، ما في أشياء إهمال أهملت زوجتي، أتوب عن هاي الأشياء وأرجع. الصلاة لإزالة المرارة، الغضب وجميع أنواع المشاعر السلبية من زواجي. غفران للزوج، غفران للزوجة، مرارة تزول. الصلاة من أجل القوة، الحكمة، المسحة للتغلب على اختلافاتنا. ممكن تكونوا أنتم مختلفين عائليا، مختلفين بالطبائع، تحتاجوا الصلاة حتى يحصل اندماج، حتى يحصل حكمة كيف تتعاملوا مع بعض. هذه صلوات عامة. صلاة من أجل منح القوة، من أجل المغفرة بين الأزواج. مش سهل أنك تغفر، لأنه يتولد خوف، خصوصا إذا كان في ضرب، إذا كان في اغتصاب، إذا كان في إهانة، إذا كان في إهمال، إذا كان في سرقة، راح يتولد خوف. مش راح يكون سهل. لازم يا رب انطيني قوة حتى أسامح فلان. صلي حتى الحب والود اللي كنت فيه يرجع. صلاة الزوجة، الزوجة لها صلاة خاصة من أجل زوجها، وصلاة الزوج لأجل زوجته. صلاة الحرب الروحية، لازم صلوا لأولادكم، صلوا للبيت، تمسحوا البيت بزيت مقدس دائما، ترميم بناء الزواج من جديد. لو انهدم علاقتك الزوجية
صلي أنه ترجع الأمور طبيعية. الصلاة من أجل الزواج الذي تحت الهجوم الشيطاني بالسحر. لو أنت شعرت اليوم واحد من الأشياء اللي سمعتها مني هجمات شيطانية، ما تقعد تتفرج، ما تقعد تتفرج، بيتك عم يخرب. أنت كل اللي همك تركني، عافني، سابني. أعرف السبب، سبب سحر. اكسر السحر يرجع لك زوجك، اكسر السحر ترجع لك زوجتك. لو تبنى هذا الزواج على علاقة صحيحة. صلاة لوقف الطلاق وصوت الطلاق وفكرة الطلاق واستعادة الزواج. مش الحل بالطلاق، مش الحل بالقساوة. صلاة لمباركة زواجي من خلال الحمل والأطفال. صلي لما أنت تتزوجي، خلي إيدك على رحمك وخلي زوجك إيده على رحمك وباركوا البيت اللي راح يسكن فيه الطفل 9 شهور. بارك كل هذا البيت وبارك الجنين، لا تخلوها مفتوحة. يلا بدنا أطفال وما بدنا أطفال، وبدنا وما بدنا، وندخل في البدنا وما بدنا، ونطلع بالتالي بطفل مشوع، ونطلع بالتالي بحبل خارج الرحم أو ميت، أو الرحم ما له القدرة على احتواء طفل. كل اللي أنتوا سمعتوه مرتبط بالسحر. أمين أمين. يسوع يباركك أسيس. وجوهكم بتشجعني يعني. يعني الأغلب إنه يعني أمين 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 إنه